اليوم كنحتفلوا بعيد المسيرة ديال المدفرة ديال 48 سنة. واليوم اضطرينا باش نديروا واحد الدوري للشباب الصغار ديال الحي ديالنا، ولهذا اضطرينا اليوم باش غادي تكون واحد الذكرى الخالدة للشعب المغربي كافة، المسيرة الخضراء المدفرة، وحنا ساكنة ديال الأحياء ديال ميرسيلتون كنحتفلوا مع الناس، وكنتمنوا من الجماعة ديال مر السلطان ديما باش تعاون تأزر الدراري صغار باش يكونوا واحد الأجيال باش نعطيو الفروق الكبرى. اليوم جينا نحتفلوا بعيد المسيرة الخضراء للذكرى 48. الحمد لله كما كتشوفوا انت الوليدات فرحانين، حنا كل عام كنخلدوا الذكرى هذه بدوريات ديال الفئات الصغرى بالرياضة، حيت الرياضة هي اللي حاليا هي اللي كتهمنا في هذه المنطقة، والدراري الصغار عز عليهم الكرة وداك الشيء كما تعرف، وراه لي بارو راه جاو يتفرجوا في وليداتهم، والذكرى العزيزة على المغاربة شعبا وملكا وكل شيء الحمد لله. حنا راه فرحانين بالدوري هذا، كما كتشوف الجوائز ديال الوليدات، جاو الناس تعرفونا، جاو الشخصيات، جاو لعابة راه لعبوا الكرة على صعيد درب السلطان، وهذا الشيء اللي غنقول لك. كنتمناو هاد الذكرى تبقى كل عام تجدد بهذه الطريقه هذه، وما نساوش الذكرى اللي حرات لنا الاقاليم الصحراويه ديالنا، وحنا راه مع سيدنا في الذكرى هذه. جينا اليوم بهذه الذكرى العظيمه عيد المسيره شهر ديال 48 سنه، والحمد لله الوليدات ودرنا هذه المبادره ديال عيد المسيره، وحنا مع سيدنا الله ينصرو جنود مجندين في السراء والضراء، وهذا الفرح كبير عندنا ونهار كبير هذا ديال عيد المسيرة، والصحراء ديما مغربية، ونتمناو من الإدارة ديال المؤسسات جماعة مقاطعة درب السلطان توفرنا الملاعب، هادشي اللي باغينا الملاعب.